سلام حبيباتي الغزالات الزوينات، وحشكم بزاف. حبيت نقولكم اهلا بكم، مرحبا بكم في هاد الوليدات الزوينين، في هاد الحديقه الجميله امام البيت ديالي. بغيت نقول لكم كل عام وانتم بخير ان شاء الله، يهل عليكم ان شاء الله رمضان بالخير وبالبركات وباليمن وكل ما تمنوه ان شاء الله. حبيت نقول لكم بلي رمضان ان شاء الله غير يكون علينا، ماشي غير صيام ديال على الاكل، يكون ان شاء الله صيام عن اي شيء يخسر لنا، صيام ديالنا، صيام عن الحكي، على الهضره، صيام على الاشياء اللي ما يحبهاش الله وما يرضاش عليها الله سبحانه وتعالى. نتجنبوا كل شيء اللي ما يرضيش الله، ونشوف الاشياء اللي كترضي الله وكيحب الله سبحانه وتعالى. والله يتقبل منا ومنكم من جميع المسلمين ان شاء الله يا ربي. الله يجعل علينا باليوم وبالبركات، الله يجعل علينا بالصحيحة، الله يجعل بداية الخير ويجعل نهايته ان شاء الله بداية طريق جديدة ان شاء الله في حياة اي انسان كيتمناها. وان شاء الله الله يهل عليكم ان شاء الله كل رزق صحيحة لوليداتكم، اللي عنده الوليدات، اللي ما عندوش وليدات كيتمناهم الله يرزقو، اللي ما زوجش الله يرزقها ان شاء الله الزوج الصالح، اللي عندها الزوج الله يصلحو لها ويسرو لها، الله يوفق الجميع يا رب. انا عن نفسي دائما كنحاول قبل من بدايه شهر رمضان ننبه نفسي، لانه خصني نجلس مع نفسي ونشوف الاشياء اللي هي ما صالحاش مثلا اي شيء بسيط ولو بسيط، عاود نصاوبه قبل ما يدخل رمضان باش يدخل عليا وانا مرتاحه نفسيا ومرتاحه واللي خلقني يكون راضي عليا. يعني ما نخليش نفسي حاقده على انسان، لما خاص مع شي انسان نصير معاه الرحيم، نعيط ليه، نصور فيه، حتى لو يكون ما يستاهل، حتى لو يكون كيف ما كان، نفكر بان هذا الشيء كنديره لاجل الله سبحانه وتعالى، لاجل باش ربي يرضى عليا سبحانه وتعالى، اهم من كل شيء عندي. نحاول الانسان يهدن من نفسه، يقلل من الاشياء اللي كتعصبه، الغضب والاشياء هي كتفسد الصيام كذلك. نصيروا أرحامنا، نصدقوا الصدقات والخفاء من دون ما يعلموا علينا الناس، نفطروا الصائمين في سبيل الله، يعني مختلف الطرق، ماشي بالضرر يكون مائدة إفطار كبيرة أو طعام كتير، ممكن يكون تمرة تفطر صائم وتكتب لك بأجر كبير عند الله سبحانه وتعالى، لكن يكون المراد بالقلب يكون مزيان، القلب الداخلي يكون مزيان ويكون صافي مع الله سبحانه وتعالى. كنتمنى ما نكونش ثقيلة على قلبكم، حبيت نشارككم هذا الفيديو، أعطيكم رأيي عن نفسي، يعني كيفاش كنحب ندوز رمضان، كنبغي ندوزو في هدوء تام، صلة رحيم ولو بالهاتف، الناس اللي بعاد عليا، يعني قراءة قرآن إن شاء الله، صلاة تراويح، يعني مثلي مثل كاع الناس. نتمنى القلوب ديالنا كلها تصفى على بعضنا، اللي حاب المساعدة في هاد الدنيا نساعدوه باش ما قدرنا، يعني بالقليل وبالكثير هذه الدنيا زائلة خوتي، زائلة هذه الدنيا، فنساعدوا بعضنا، ندعموا بعضنا في شغل، في حياة، في أي شيء إنسان محتاج مساعدة نساعده، ماشي بالضبط غير ماديا، ممكن نساعده معنويا، ممكن كلمة ديال الخير خليوا إنسان يفرح، ممكن كلمة خايبة نخليوا إنسان يحزن، فساعدوا بعضكم. وأنا عن نفسي كذلك نحاول ندير نفس الشيء. الله يوفق الجميع، الله يسر أمر الجميع. شكرا لكم أحبائي اللي كيدعموني واللي كيحبوني، أنا كنحبكم لله، والفيديوهات اللي كنزل فكلها كنديرها بحب كامل، إلا طبخت أي شيء كنطبخه بكل حب، وكنطبخو وكنحاول دائما نكون مغيره على الاشياء اللي كيحطوها الناس الاخرين، ما نكونش فقط اداه نقل، لا انا كنبغي نكون شيء جديد دائما في اي شيء كنحطو لكم. نتمنى دائما تكونوا كتحبوا الاشياء اللي كننزلها. شكرا لكم ومع السلامه، ورمضان مبارك، وكل عام وانتم بالف الف الف خير، كنحبكم بزاف، الى اللقاء.